النهارده من اهم الاخبار، الالاف من الموظفين المعترضين على قانون الخدمه المدنيه تظاهروا امام وقفه احتجاجيه امام نقابه الصحفيين، استمرت فتره طويله في الحقيقه. اغلب الموظفين كانوا من الضرائب والجمارك التابعه لوزاره الماليه، واحتجوا احتجاجات على قانون الخدمه المدنيه. الاعداد تزايدت لفتره طويله من هؤلاء الموظفين، فيما ردت الدولة بأنه لا نية مطلقة لتعديل قانون الخدمة المدنية. الحقيقة أنا قبل ما أدخل الهوى يعني قعدنا نبحث كده عن الأسباب الحقيقية لهذه الوقفات. يبدو أن لها علاقة بحوافز، بفلوس، بزيادات مالية، بطريقة في العقاب. الدولة تقول أنها لن تراجع قانون الخدمة المدنية، لكنني أيضا أقول من جانبي لهؤلاء الغاضبين اطمئنوا، لأن كل القوانين ستراجع من قبل مجلس الشعب لاحقا. إن صحت القوانين وكانت في مصلحة الناس ستجاز من مجلس الشعب. إذا كان في كلام تاني، مجلس الشعب من حقه يراجع كل القوانين اللي هتحصل أو اللي حصلت خلال آخر عهد المعزول وخلال فترة الرئيس عدلي منصور ثم الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني إن كانت الحكومة دلوقتي تصر أنه لا عودة على قانون الخدمة المدنية، أنا بصحح بس معلومة قانونية، أن كل القوانين هتدخل مرة تانية على مفرمة اسمها مجلس النواب المصري. في طبعا أنا يعني إحنا عشان مش عارفين بالظبط يعني الأسباب بتاعت الوقفة، إحنا معانا على التليفون واحد من الذين شاركوا في هذه الوقفة النهاردة، الأستاذ علاء هراس، وهو أحد المحتجين على قانون الخدمة المدنية اللي وقفوا النهاردة أمام نقابة الصحفيين. أهلا بك يا أستاذ علاء. اهلا بيك يا استاذ خالد. قول لنا الغضبه ليه؟ يعني ايه اللي في القانون مغضب الناس دي كلها؟ تمام. اولا القانون، انا بس عايز اقول على حاجه، عايز ارد على تصريحات الدكتور اشرف العربي والدكتور هاني ادري في مؤتمر صحه النقد. اولا القانون بيمس 6.5 مليون اسره، هيدمرها تماما. ليه؟ هقولها ليه؟ فهمنا ليه؟ هقول لحضرتك ليه؟ من اول المحليات لحد زي ما انت عايز تقول اي جهه انت عايز ليها طبع عليها القانون. الدكتور اشرف العربي بيقول ان العلاوه بياخد الموظف بياخد دلوقتي علاوه 5% من الاجر الاساسي جديد، اللي هو يعادل او يمثل 305% من الاجر الاساسي القديم. تمام. بالتالي ال 5% دي اعلى من ال 10% اللي كان قبل كده. تمام. طيب انا بس هو تناسى حاجه، ما اعرفش هي عن قصد او دون قصد، يعني ان الموظف قبل كده كل اي موظف في الطبع عليه القانون 47 قديم كان بياخد على الاقل علاوه 10% من اجر اساسي صغير، لكن كان ال 10% دي اللي على الاقل كانت بتاثر على اجتماعي من دخله، لانه كان بياخد على المرتب الشامل 200% على المرتب الشامل. هو دكتور اشرف العربي تناسى دي على قصد ان هو يقولها، لان هو كان بياخد اجر الشامل، بياخد حوافز مثلا 200% 400% 600% 1000% زي ما بيقول ايا كان. فبياخد، اما بياخد 10% من الاجر الاساسي، نفترض ان واحد موظف اجره الاساسي 400 جنيه القديم. تمام. ف 10% ب 40 جنيه. تمام. لو موظف بياخد 600% مثلا حوافز، يبقى 40 في 6 ب 240 زائد 40 يعني 280 جنيه كان بيزيدهم كل سنه، ده حاجه يعني ايه متوسط يعني. تمام. دلوقتي لو بتيجي تحسبها في القانون الجديد 1400 جنيه هيبقى الاساسي الوظيفي بتاعه في 5% ب 70 جنيه قبل خصم الضرايب. تمام. يعني 50 جنيه، يعني الموظف قل حوالي 200 جنيه اللي هو كان بينتظرهم عشان يا دوبك يعني ايه التضخم، يعني تعمل يعني المساله كلها ليها علاقه بال 5% وال 10% في الحوافز والزيادات اللي بتحصل في مرتبات الموظفين. هي طبعا. دي كل هي دي الغضبه. لا ده بند واحد، ده بند واحد. طب ايه تاني مشكله في القانون؟ مشكله تانيه، المشكله التانيه سياده الوزير بيقول على موضوع تقييم الموظف. تمام. بيقول ان في حاجه اسمها تقييم بنظام 360 درجه. طيب انت نظام 360 درجه ده على موظف زي موظف الضرايب زي انا مثلا، ده هتاخد هتقيم العميل او متلقي الخدمه
طبعا اي عميل او مدير خدمه ما بيحبش موظف الضرايب. ده يعني بياخد منه فلوس. فبالتالي انت هتضمن ازاي او ايه الـ طب دي تخصكم انتوا كموظفين في الضرايب او في الجمارك بس ولا بتخص كل الموظفين؟ لا مش ما يعني اصل عايز اقول لك على حاجه، ان في حاجه دلوقتي اسمها ايه، ان انا دلوقتي لازم اغير ثقافه شعب الاول، يعني لازم اعمل في حاجه اسمها تغيير ثقافه قبل ما اطبق البند ده، لازم اغير الثقافه. ايه اللي مش عاجبك في ثقافه الشعب وعايز تغيره؟ نعم؟ ايه اللي مش عاجبك في ثقافه الشعب وعايز تغيره؟ اذا كنت انا بقول ان الجهاز الاداري كله فساد، مش ده كلام الوزاره والدوله؟ طيب انا اضمن منين؟ هيبقى ايه الضمانه للموظف ان رئيس العمل مش هيديك تقدير مش كويس لو انت ما كنتش معاه كويس؟ مفيش فرصه للتظلم؟ لا لا لا، ده التظلم ده انا هقول لك على حاجه كمان تضحك، يعني في القانون القديم كان الموظف لما مثلا ايه ياخد تقدير مش اقل من جيد تقريبا كان بيتظلم، فكان خلال 60 يوم لو لم يتم الرد عليه بيعتبر تظلمه مقبول. ده في القانون الجديد بقى لو ما ردوش عليه يعتبر تظلمه مرفوض. تمام. طيب بشكرك شكرا جزيلا. يعني طبعا يعني القضيه معقده وفيها تفاصيل، والحكومه ردت النهارده بردود اخرى. وزير التخطيط اشرف العربي قال ان هذا القانون لا يتضمن فصل الموظفين بشكل تعسفي كما يروج له، وقال كمان انه قانون 47 كان بيتضمن فصل الموظف اذا حصل على تقريرين يتضمن علامه ضعيف بعد عامين، اما قانون الخدمه المدنيه عكس ذلك تماما، يعطي فرص اكبر للاصلاح من اوضاع الموظفين. هنشوف يعني هذا الغضب في مواجهه اصرار الحكومه سيقود الى ايه.